حدثنا يحيى بن بشر حدثنا شبابه عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فاذا قدموا مكه سالوا الناس فانزل الله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى رواه ابن عيينه عن عمرو عن عكرمه مرسلا